يا صباح او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. اهلا بيكم معايا، واللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. النهارده نعمل مع بعض الجمبري بالخلطه. يلا نشوف هنحتاج ايه. اول حاجه انا معايا هنا نص كيلو من الجمبري، طبعا لازم الاول هنضفه وهشيل منه الكيس الرملي. اسهل طريقه بالنسبه لي علشان اشيل الكيس الرملي من غير ما افتحه هو استخدام خله شيش طاووق او خله الاسنان علشان اشيل الكيس الرملي. زي ما انتم شايفين كده انا بدخل الخله في نص الجمبريايه كده وببدا اسحب بيها الكيس الرملي. زي ما انتم شايفين كده انا طلعت كله من الجمبري. يلا نجرب واحده كمان في النص. زي ما قلت لكم احنا بنعد كده الفقرات بتاعته دي كام فقره، وغالبا بعمل بعد في ثالث فقره بشيله اهو زي ما انتم شايفين، وبلف العود بتاعي كده حوالين بعض علشان يطلع كل الجمبري الخيط. طيب فرضنا ان الكيس الرملي اتقطع، هبدا ارجع للسلسله اللي وراها واسحبه منها. انا هنا بتاكد هل هو اتقطع فعلا ولا لا، يعني لو اتقطع فانا بشيله من اللي وراه. انا شايفه ان هو في جزء كده فابدا اطلعه تاني بالخله بتاعه الاسنان او بخله الشيش طاووق، والافضل خله الاسنان لانها بتبقى ارفع، يبقى سهل ان انت تتحكمي فيها، لان خله الشيش طاووق اتخن شويه فبتبقى اصعب شويه في ان انت تعرفي تستخدميها او تستعمليها. انت تقدري تعملي حاجه من الاثنين، يا اما تشدي اول طرف بتاع الخيط الرملي او الكيس الرملي وبعد كده تشديه بايديكي، او تلفي الخله زي ما انا وريتك كده. هنا في كمان انواع منه، ممكن يبقى الكيس الرملي بتاعها ابيض او شفاف فبرضه بنطلعه. نجرب كمان واحده اهو وابدا الف كده، لو ما تلفتش معاكي بشدها زي ما انا وريتكم كده. دي اسهل طريقه لتنظيف الجمبري. نجرب كمان واحدة اهو. مهم ان انت بتشدي تشدي بالراحة علشان الكيس ما يتقطعش منك وتضطري ان انت تقطعي كمان فتحة. انا كده كنت خلصت تنظيف الجمبري كله، وبعد كده في الهون جبت 3 أو 4 فصوص ثوم، وهبدأ احط عليها معلقة صغيرة من الكمون. هحط البهارات بتاعة السمك العادية، ملح وكمون بابريكا وشطة، وفي ناس بتحط فلفل أسمر، طبعا دي براحتك. أنا حطيت هنا معلقة من الكمون ونص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكزبرة الناشفة. هبدأ كمان أحط الملح، حوالي نص معلقة من الملح، وهبدأ أدق التوم مع التوابل كلها مع بعض. انا كنت خلاص دقيت الثوم، هبدا بقى اجيب الليمون، هعصر نص ليمون عليها اهو. هنا الليمون عندي كبير شويه فبيساوي تقريبا ليمونه صغيره من الليمون المصري العادي، لكن هنا الليمون الحبه بتاعته كبيره قوي فانا بستخدم نص ليمونه بس. اضيف عليها حوالي معلقتين كبار من الخل الابيض، وهبدا اقلب بقى كل الخلطه دي مع بعض. وبعد كده هبدأ انزل على الجمبري بتاعي بالخلطة بتاعت التوم دي، ومفروض ان انا هسيبه شوية حوالي ربع ساعة قبل ما استخدمه. انا هنا عشان محطوط في مصفى هحطه بس في طبق كويس، عشان لو حطيته في المصفى حطيت عليه التوابل في المصفى فكله هيتصفى تحت، فمش هبقى استفدت اي حاجة من الخلطة دي. كده انا حطيته في الطبق وهبدأ انزل عليه بالتوابل اللي انا عملتها او الخلطة اللي انا عملتها كلها على بعض، وهقلبهم كويس وهسيبهم حوالي 10 دقايق ربع ساعة علشان بس يبدأ يشرب التتبيلة كويس ويطلع يبقى طعمه حلو. يعني مش عايز استعجل عليه، هو كده كده مش بياخد وقت طويل في التسوية، يعني بياخد حوالي 10 دقايق كله على بعض، فانا مش هستعجل عليه. انا هعمل الرز لغاية لما اسيبه شوية ياخد طعم التتبيلة ويشربها. بعد ربع ساعة بقى انا جهزت الطاسة اللي انا هعمل فيها دي، طاسة غويطة، هبدأ احط فيها حوالي معلقتين كبار من الزيت، هسيبه يسخن شوية، وبعد كده هبدأ انزل عليه بالجمبري المتبل بتاعي واحدة واحدة. هبدأ بقى انزل بالجمبري اهو، احط كله. فالافضل بالنسبة لي ان انا بسيبه بقشره وبسويه بقشره. بعد كده
بيتقشر بسهولة جدا جدا عند الأكل، لأن أنا مش هسويه زيادة عن اللزوم. الجمبري لو استنيتي عليه وسويتيه زيادة عن اللزوم فهتاخدي بلاستيك، مش هتاخدي جمبري طعمه حلو وفي نفس الوقت يبقى سهل في التقشير. أنا بس هسيبه مش هقلبه غير لما يبدأ ياخد لون. أنا بس هنا هشوفه بدأ ياخد لون ولا لأ، اللي خد لون هبدأ أقلبه الناحية التانية. أنا مش هطول عليه في التسوية، مش هزود له أي سوائل، هو بينزل ميته أول ما يعني هو شارب من التتبيلة، فهيبدأ ينزل شوية من المية بتاعته وهيستوي بيها. هنشوف بس اللي أخد لون وهيتقلب الناحية التانية علشان ياخد لون كمان من الناحية التانية. هنكمل بقى تقليب فيه واحدة واحدة كده. لو انتم ملاحظين هتلاقوا ان بدأ يبقى فيه صوص او بدأ ينزل مية بتاعته، وهي دي المية اللي هيستوي فيها، علشان انا مش عايزة ازود مية خالص علشان تتبيلته متروحش. وبعد كده تشوفيه اكيد ايده هيكون استوى. كل ما بيفضل على النار كل ما هنلاحظ ان الصوص بتاعه بدا يزيد، هو بدا ينزل الميه بتاعته كلها. وهبدا بقى اغطيه وهسيبه زي ما قلت لكم من 3 ل 4 دقائق، هو خلاص تقريبا دخل على السوا خلاص، فمش هطول عليه اكتر من 3 ل 4 دقائق وهيبقى جاهز على التقديم. يلا بقى نغطيه وارجع اوريكم شكله عامل ازاي بعد ما يستوي. ده شكل الجمبري بقى بعد ما استوى، سهل جدا جدا في التقشير، مستوي مظبوط. لو كنت سبته اكتر من الثلاث او الاربع دقايق اللي انا سبته ده كان زمانه بقى زي الكاوتش، مش هيبقى سهل ابدا ان انتي تقشريه، في نفس الوقت هيبقى ناشف مش هتعرفوا تاكلوه بسهوله. يا رب تكون الوصفه بتاعت الجمبري عجبتكم، واللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد، واستنوني الفيديوهات الجايه. باي باي.